طيب هنروح مع حضراتكم ونستعرض معاكم ابرز البطولات، بطولات موسيماني مع النادي الاهلي. في الدوري المصري حقق دوري مصري واحد وكاس مصر واحد، ودوري ابطال افريقيا مرتين مع النادي الاهلي، وكاس السوبر الافريقي مرتين، وبرنزيه كاس العالم للانديه مرتين. يعني ارقام مشرفه، ارقام محترمه تحترم، وايضا سيره ذاتيه اصبح يعني موسيماني بيسطر اسمه في تاريخ النادي الاهلي بكل احترام وبكل تقدير. واعتقد ان الامور دي كنا اتكلمنا مع حضراتكم فيها قبل كده، بنقول كمان انه اي مدير فني بيخطو كده الخطا اللي بتخليه ان هو ينجح مع النادي الاهلي لازم انه وزنه بيتقل حاجات كتيره قوي. اي مدير فني بيحقق انجازات مع النادي الاهلي بيتقل كفلوس، بيتقل كشهره، بيتقل كل الكلام ده بيفرق معاه افريقيا ودوليا ايضا. يعني موسيماني ما قبل الاهلي غير موسيماني ما بعد الاهلي. الأرقام اللي حققها مع النادي الأهلي تأكد إنه مدير فني مخضرم، إنه مدير فني عنده حنكة، إنه مدير فني عارف كويس قوي يدير لعيبة مهارية ولعيبة قوية المتواجدين داخل القلعة الحمراء إزاي، يعرف إزاي زي ما يحيى كان بيقول يغير طريقة اللعب ويعتمد على أكتر من أسلوب. ودي بقى إيه اللي بنقول عليها الذكاء والدهاء في نفس التوقيت يا يحيى، إن هو يعرف إزاي يستغل مجموعة اللعيبة اللي معاه والعناصر والنجوم علشان يترجم بيهم مش بس أداء رائع، لا يترجم بيهم بطولات. لما بتستعرض البطولات، وطبعا انت هتستعرض معنا الأرقام دلوقتي، لازم تتوقف وتقول شابوه فعلا مستر بيتي موسيماني. المدير الفني الكبير دايما يا فرح بيبان في الماتشات الكبيره، يعني دايما انت ممكن تكسب ماتشات كثيره جدا، ولكن الماتشات الكبيره يعني زي ما كنت بتكلم عن لما يجي الاهلي بيلعب الزمالك فبتعرف تكسب، بيلعب الاسماعيلي فبتعرف تكسب، بيلعب بيراميدز، هي دي الماتشات الكبيره. بتلعب افريقيا عنده ماتش مهم جدا يوم السبت مع سان داونز، هو ده اللي بيقيم او بيقول ان لا الراجل ده مدير فني كبير، مدير فني عنده رؤيه، مدير فني حافظ لعيبته بشكل كويس جدا وخلاص بقى بيجرب معاهم اكتر من طريقه لعب، فابتدى يعرف. لان نوعيه المباريات دي بتكون عباره عن كتاب مفتوح. طبعا كتاب مفتوح طبعًا. مباريات الاهلي والزمالك، مباريات الاهلي وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز، كتاب مفتوح. انت مش بتتفاجئ بالعناصر، انت عارف نجومك، دارسهم، حافظ كل النجوم المتواجدين في كلا الفريقين، تعرف تلعبهم بالظبط. يعني مهم جدا ان انت عارف انت هيلعب الراجل قدامك هيلعب بشكل عام ازاي واللعيبه اللي عنده مين، بس مهم ان انت ازاي تدير تعرف المباراه بقى. هو ده اللي بيبين ان انت اذا كنت مدير فني كبير ولا صحيح. لا تعرف تدير المباراه بالشكل اللي انت عايزه عشان تعرف توصل للثلاث نقط، وده اللي حقيقي اللي عمله موسيماني امبارح. طيب خلينا نستعرض مع حضراتكم ارقام بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. لعب 88 مباراه، فاز في 59 مباراه، وتعادل في 21، وخسر في 8 مباريات، وسجل 183 هدف واستقبل 76 هدف. دي ارقام بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي حتى الان بعد مباراه الاهلي وبيراميدز بالامس. نروح معاكم دلوقتي للتوقيت اللي بنستعرض معاكم ابرز التصريحات اللي صدرت من قبل المديرين الفنيين او اللعيبه في المستطيل الاخضر او خارج المستطيل الاخضر. النهارده معانا في فقرتنا تصريح وتعليق، تصريح من بيتسو موسيماني بعد مباراه امس وفوزه على فريق بيراميدز بنتيجه 3-2 لا شيء. قال في تصريحه: نحن في اقصى تركيز لنا لاننا نريد الفوز بالدوري الذي لم نحققه في الموسم الماضي بعد عامين. فريقنا سيكون في قمة الاستقرار، سيكون الشكل مختلف تماما. واضح ان موسيماني حاطط خطة ثابتة وواضحة في تفكيره وفي مخططه ان هو ينفذها مع النادي الاهلي. بيقول انه اللي جاي مختلف خالص، وانه هيكون في استقرار، وانه هيكون في نتائج، وان انتوا هتشوفوا من الاخر كده الاهلي بشكل مختلف خلال الايام والفترات المقبله. وده يدل على نفس الكلام اللي كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم فيه، انه في خطه مسبقه، وانه في رؤيه فنيه مخضرمه رائعه من مدير فني عارف هو عايز ايه، عارف هو بيعمل ايه، عارف ازاي يستغل الكوادر واللعيبه والنجوم اللي معاه علشان ينفذ يعني ملحمه كرويه رائعه ممتعه تمتع الجماهير الاهلاويه، وفي نفس التوقيت بتاكد على وجود مدير فني عارف كويس جدا هو بيفكر ازاي. واهم حاجه واجمل شيء دايما
انت ممكن يكون عندك الفكر بس مش عارف تنفذه ازاي، او ممكن تكون مدير فني قوي او بس مش عارف تستغل النجوم واللعيبه اللي معاك باي شكل. لكن انك تكون عارف تجمع ما بين انك تكون مدير فني قوي وفي نفس التوقيت تنفذ ده بنتائج وبشغل رائع وكمان بمتعه كرويه تمتع الجماهير الاهلاويه، اعتقد هي دي بقى ايه التوليفه او الميكس كده اللي بننتظره دايما من المديرين الفنيين الكبار. كل التوفيق للنادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني، بنقول له الف مليون مبروك على التجديد مع القلعه الحمراء.